إحدى الأسئلة يلي وصلتنا هيدا الأسبوع ونحن دايما على الوعد، توصلنا الأسئلة ومنعمل فيديو ومنجاوبكن ومنضلنا حدكن. شو بعمل إذا أنا عم بتعرض للإساءة العاطفية بعلاقاتي؟ الجواب لهيدا السؤال بده فهم حول طبيعة الإساءة، يعني شو هي هيدي الإساءة، كيف بتنوصف، أي متى بلشت، هل هيدي أول مرة، مع مين عم بتصير هيدي الإساءة. يعني في كتير أسئلة يعني وأجوبة بدنا نتداول فيها. أهم شيء كمان إذا هيدي الإساءة يلي عم بتصير، هل عم بتصير عن قصد أو عن غير قصد؟ مثل ما قلنا، مين هيدا الشخص يلي عم يعمل هيدي الإساءة؟ شو هي كمان ردة فعلك لهيدي الإساءة؟ وليش كمان نحن عم نسمح للآخر إنه يسيء لإلنا؟ أوقات كتير الأشخاص يلي أنا بشوفها بتقلي شو أنا يعني بإيدي، يعني الأبيوز أو هيدي الإساءة عم بتصير معي، بس أنا مش بإيدي، إنه مش أنا يلي عم بجذب الإساءة لإلي. وهون أنا دايما بقول إنه نحن أكيد بمحل، أكيد بإيدنا، عنا نحن دايما خيار للسيطرة كمان على القصة. وكمان إذا نحن من الأشخاص اللي منآمن بقانون الجذب، إنه كل شيء نحن بصير معنا عم بصير معنا لأن نحن عم نجذبه لإلنا عن غير وعي، كمان حسب العقل الباطني، وكمان أكيد on a genetic level، كمان يعني الـ transgenerational theories، الـ ancestors تبعنا كمان هن شو صاير معهم، كمان هيدا الشيء نحن منورته مثل ما منورت الأمراض. فهيدا الشيء كتير كمان أنا بهمني ضوي عليه. فإذا بدنا نحن نعرف شو الهدف من هيدي الإساءة، هيدي الإساءة ليش عم تتكرر، وهيدي الإساءة كمان شو عم بتعلمنا، نحن شو عم نتعلم من هيدي الإساءة. فأهم شيء نحن نعترف لنفسنا أنه نحن تعرضنا لإساءة عاطفية، أو نحن عم نتعرض لإساءة عاطفية، لأنه في كتير من الأشخاص ما بيعرفوا انه هيدي الباترنز، هيدي العلامات يلي عم بتصير هي اكشلي اساءة. فاذا بدنا نفهم نحن شو هو السبب يلي عم بخلينا نحن نقبل هيدي الاساءة، او نختار شريك كمان عم بيسيء لنا، ليش نحن عم نتحمل، عم نختار نتحمل هيدي الاساءة من انه ما عم نقدر نقول ستوب لهيدي الاساءة. بدنا ننتبه اكيد لمشاعرنا ونهتم بمشاعرنا بالاول، بدنا نواجه الاشخاص يلي عم بيسيئوا لنا، وبدنا نقول لهم نحن احساسنا انه هيدي اساءه، يمكن انت منك عم تدري انه هيدي اساءه بالنسبه لك، بس انا بالنسبه لإلي هيدي اساءه. كتير مهم نضل نحكي 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 كل ما نحن نتعرض للإساءة وما نسكت أبدا. في كتير حلول، بس أكيد أول شيء لازم نتعلم نقوي شخصيتنا، نتعلم نحط حدود، نواجه الشخص المسيء لإلنا، ناخد قرارات صحية لإلنا، نحمي حالنا، نعرف كيف نحمي حالنا. ونحن موجودين بالويل بينج سنتر، عنا جلسات وعنا كورسز تتعلموا فيها تقنيات كتيرة، مشان دايما تعرفوا تحموا حالكم وتدروا شو تعملوا بهيك وضع. فإذا thank you، وإن شاء الله هيدا الفيديو ساعد الأشخاص يلي مهتمين كانوا بمعرفة الأجوبة. See you.